الأفكار هذه مكونة أفكار عندها علاقة بواحد النوعية ديال اللاعبين. واش عنده هاد اللاعبين؟ إذا باش تدخل بلا أريال ضرب بلا أريال كوش وطلب مني تكون عندي كرة في لاكوش ديالي يدخل سميتو داك بوطوين اللي يلعب ميطا وخرج للميليو تيران مني تمشي ليا يمشي أريال كوش والعكس في لا دروات بأن محروس يمشي لا دروات شفنا أن معلوش لو بير أوتوماتيك مودر بيلانت إلا خد الكرة بغا يلعب كان ميليو تيران جاو جوج ضغطوا عليه دار الاول الثاني ضربو جاب البيناتي اللي ما عندوش لي روبير ديال ديك قادر ان اي اري دروغ يشد الكره غيحيدها من تما غيحيد الصلاه بالريفلكس بلا ما يحس. ثم الميليو تاعها دير واحد الكاري اللي دير واحد الجوره ديال الدياموندا حطها بواحد الطريقه انا ما فهمتهاش انه هو دير واحد الميليو ديال كونسونطري بربعه دير فيهم واحد وقدامه ثلاثه كيديروا ادور ثلاثه فلاتاك ما كيعرفوا شكون كيدافع ما كيعرفوا شكون كيهاجم هو باغي يحط هاد الافكار هي افكار عند لويس انريكي عند ديزيربي عند بيب غوارديولا هو ما بقاش كيطبقها بيب غوارديولا ما بقاش كيحط هاد الافكار بزاف ولكن كيلعب بعض المرات باللاطيرون كيلعب بهم هادشي واش يقدر يطبقوا لعابه في المغرب ولعابه في افريقيا. اول حاجه بالنسبه لي انا نتكلم على التصريح ديالو جبت الملاحظات انا ما كنقول هادي هنا كيجي كيقول اتحمل المسؤوليه بطبيعه الحال كتحمل المسؤوليه لانك انت المدرب والى متى غتبقى تهضر الجماهير ديال الوداد لان كنا كنقولوا واليوم راه ما تكلمش على التحكيم في المباريات السابقه راه كنت قلنا وكنقتنع بان القرارات هذاك حتى القرار ديال اللوحه اللي خدا الحكم برينسي الخبره ديالو ديال هذا ما احتاجوا يرجعوا فيه للفار لا حتى شي حاجه ديال وحتى الوداد لعب من التسلل كنظن بان يعرفوا الكونتوني بعدا بان حتى الخبره ديال الحكم يعني لعبها في الدور لانه حكم اللي مجرب وحكم عنده خبره في المباريات الدوليه كنظن بان يعني سبعه ديال المباريات الوداد تبنيت اهداف سبعه البيناتيات كنا كنقولوا بان خاص شويه ديال الوقت ولكن كنظن دابا الوداد بدات كتدخل مرحله ديال الشك مع مكوينه واش هاد مكوينه قادر انه يعطي اضافه للوداد الرياضي بهاد الترسانه ديال اللاعبين اللي جاب لان سبعه المباريات تقريبا بنفس الاداء ما كاينش واحد الروح وما كاينش واحد ما كاينش واحد الارتياح عند لا عند الجماهير لا عند المسؤولين كتحقق انتصارات حتى انتصار مع شباب المدينه وانتصار ديال واخا مع جديده لان جديده وهما ضيعوا فرصه ديال المجهود ديال الفاس فاس خداو من بعد الوداد يعني المبادره وسجلوا اهداف ولكن كنظن بان المستوى اللي كيظهر به الوداد السنه ديال اللاعبين ولا المدرب اللي كنقولوا عنده الخبره والتجربه كنظن بداو كيدخلوا للمرحله ديال الشك مع مكوينه واش قادر انه يعني قدم شي اضافه واش قادر انه يخرج وليصنع فريق قوي لان حتى لحد الساعه كنشوف بان الوداد المستوى ديالو بعيد على الفريق اللي كنعرفوه سنوات في الدوري الاحترافي هي كاين حنا كنقولوا بان كاين تغيير كاينين اللاعبين كثار اللي جاوا خصهم وقت ولكن راه من الصيف لدابا سبعه ديال المباريات قربت يتكمل 10 ديال المباريات باقي ما كاينش ولو شويه من داكشي اللي كيتسناو الجماهير ديال الوداد كنظن بان الوضعيه بدات كتصعب عند فريق الوداد الرياضي وتا هو ها هو جوج ديال 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 الهزائم يعني في سبعه ديال المباريات وانت يعني غيرتي فريق كله وجتي لاعبين لا من البرازيل لا من نيانغ لا هذا باش يعني تكون واحد فريق قوي باش تنافس على الالقاب يعني الوداد باغي يرجع الموسم المقبل المنافسه الافريقيه البوابه ديال المنافسه الافريقيه راهي عصبه هي يعني المركز الاول ولا الثاني ما بهذا المستوى كنظن ان الوداد بعيد لحد الساعه باش انه يعني يحتل احد هذه المراكز بالنهايه ديال الموسم. لا كيبقى التساؤل السي بلعودي هو انه سي فغي ملي قلتي دابا بعض الماتشات دازو كيبقى التساؤل واش مكوينه غادي يبقى يعني مصر على ان الافكار ديالو بهذوك اللاعبين جوسكا كون غادي يامن باللي ممكن ان هادشي اللي باغي يدير هو راه امبوسيبل يطبقوا مع واحد نوعيه لاعبين اللي خصهم لا ماشي خصهم لاعبينات ديرها لاعبين جا لقاهم جا لقاهم باش ما نكذبوش كان بلعب شي وحدين جابهم شي وحدين قاهم شي وحدين جابهم اييه ولكن لو جوغ كلي ديال لو جو ديالو انا كنظن ما كاينش ما عندوش راه ملي دخل بون عمار تحركات الوداد فهذا هو اللي جاب بينات من اللعاب اللي انت ست الماتشات ما كاينش محيدو كاع اليوم كيرجع كيبين بان راه عنده واحد لا فالور اجوتي عنده لا فالور اجوتي وعنده اللمسه ديالو
وعنده قيمه ديالو هذه اللي قلت لك ديال الوداد. هذا تساؤل واش مكوينه خصو يراجع الاوراق ديالو ويحاول هو اللي يتادابا على حسب النوعيه ديال اللاعبين اللي عنده ويحاول يخلق لهم ستيل دو جو اللي يقدروا يكونوا اكثر افيكاسيتي. علاش؟ لان موجود ديال ليونغ انا بعدا جو ليونغ جو ديريكت جو ديريكت ماشي ديال المكوينه ديال بقا بقا ما خدامش لو جو ديال هرب سونتري ضرب بالراس داكشي داك البيت اللي ماركا اور جو هذاك هو نيونغ هذاك هي القوه ديالو او عطيها لي جي في الطريق كي كيصنعوا الكره باش ضربتي الكواز راه قلت لها هنا وماركا هنايا هذاك لو جوور نيونغ ما كنظنش على انه صالح اللعب ديال اللي باغي يدير مكوينه دونك مكوينه يمكن حان الوقت على انه بوتيت في لادات فيفا الجايه يحاول يتادابط على داكشي اللي عنده سينو اش غيدير واش شهر 12 حتى تبدل 6 7 ديال اللاعبين ما يمكنش وهو ومصير سامبل كبحال البروبليم ديال الرجاء مع سابينتو ما باغيش مغربي مساعد ديالو سمعت بلي مكوينه رفض لكن دونك كاين اتصالات راه اتصلوا بمجموعه ديال اللاعبين السابقين وكاين اتصال باحد يعني الاطر التقنيه اللي كيشتغلوا حاليا في الدوري الاحترافي باش انه يكون مساعد ديال المكوينه باقي يعني المكوينه هو اللي كيستافد اتصالات باقي ما كاينش شي حاجه اللي هي غتستافد الوداد حسوا المسؤولين ديال الوداد بان خاص واحد اللي فاهم الدوري الاحترافي مزيان يكون مجهد جيبوا لي جبتيه افكارهم يبدلها لا حنا ما قلناش يجيو يساعدوا مزيان على الاقل هذا خصو يكون كيدوي بالانجلي باش يفهموا باش فهمتي راه وظيفه واش وقفتينا ولا واش وقفتينا بانه خصو يدوز الكلمه لهذاك الديراني اولا نيوند لانه ملي تيفهموا واش كيقولوا لا واحد دوك الدراري اللي الا كان ساخي باش يوصل الدراري الافكار هو راه شوف راه مرات راه كانت نيت واحد الدراسه نيت كانوا كيقوموا بها كتقول مثلا واحد الجمله وكدوز على ست الناس الجمله كيقولها لي فودني الاخر كيقولها لي فودني الجمله اللي قلتي في الاول ماشي هذيك اللي كتوصل دونك ديجا وظيفه اللغه كتكون يمكن عائق في التوظيف او لا في لو باساج ديال لي زانفورماسيون للاعبين هادشي قلت لك على الاقل اذا كان هذا الاطار الوطني خصو يكون كيهضر بالانجلي مزيان باش مكوينه يكون مرتاح باش كاين كيدوي معاه ويحاول يعطي هذا يعني يحاول يعطي اللاعبين المغاربه لي خصنا بلا ما نكذبوا على روسنا هي كاينه الفرنسيه والعربيه وشوف تشوف لا حنا غنقولوا الفرنساويه بعدا كيفهموا واحد المره هذا اللاعب كان عزيز على واحد المدرب كان عندنا مدرب كبير في المنتخب هذا كان محلي كويري كان عزيز عليه تيلعبوا ديما كيماركي ليه وكلشي فقلت له شنو هي التعليمات قال لي والله ما تنعرفش نخلي وصافي حتى نمشي ماشي هذا راه في المنتخب الوطني الاول مع خرجه وبالهند وزيد الشماخ الى اخره الى اخره من اللاعبين حتى مكوينه ما خص يعني المكتب المديري للوداد ما خصوش يخاف الى دار مع اهداف مرحليه ويدير مع التقييم كونترا كبيره لا واخا كونترا كبيره خصو يدير مع التقييم باش ماشي يقول لي باش ما خصش المكتب المديري يحس بهم مكوينه خايفين يديروا معاه واحد التقييم لان راه الكونترا ثقيله غادي ما نقدرش نهرسك خاصو يعرف باللي راه كاينين اللي كيفهموا الكره بحال قلتي اللاعبين السابقين انا داك ناقش رشيد الدولي قلت واقيلا كان سيتي مؤشر على انه يقدر يكون يعني في الانتوراج كانت كريم جماهيري لا انا شنو كنقول على الاقل واخا ما يكونش انا كنتفهم مكوينه ولا كنتفهم اي ستاف واخا ما يكونش معاه في الستاف على الاقل بحال كان كيدير اولاس كان داير حداه واحد لاكومب لاكومب هذا لاعب كبير كان في فرنسا في المنتخب اش كيدير هو مستشار تقني ديال الرئيس دابا الرئيس كيتسائل كيقول كيفاش هذه وهذه وديما حد بارك حدا في الماتش كيدوي مع لاكوم كيقول لي وكيبان في التلفاز كيقول الاخر كيشرح لي تكنيكمون باش هذاك اش كيكون واحد الراي ديالو باش الا مشاو هو مع المدرب كيعرف اش كيدوي نفس اللغه ولا كيقول ليه راه عنده تفاصيل تقنيه اللي كتكون خصك وكتكون مشروعيه انا غنسول نمشي معك بعيد واش المغرب يقدر يلعب على درو على يدوش سؤال